عسلامة عسلامة، شنو حويلكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير ونعمة. اليوم جيتكم بوصفة البراونيز، برشا منكم طلبوها مني وهذاك علاش حبيت نعملها لكم. جات ياسر روعة، كيما تراو من داخل تكون طرية فيها شوكولاتة سائلة ذايبة، من برا كرانشي كيما تعرفوا منظر البراونيز اللي ياسر مزيان. ما نحكي لكمش على البنة مع شوية جلاس فاني من اروع ما تجربوا. دونك اقعدوا معايا وتابعوني للاخر وتبعوا جميع المراحل باش تحصلوا على وصفة البراونيز الأصلية وتجيكم 100% ناجحة. وما تنساوش باش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد. بالنسبة للمكونات باش نستحقوا 3 عظمات يكونوا على درجة حرارة الغرفة، كيس سكر أبيض بمقدار 150 جرام و 150 جرام سكر بني، وهذا اختياري تنجموا تعوضوه بالسكر الأبيض. باش نستحقوا زيادة كيس فارينة فيه 125 جرام، 50 جرام كاكاو يكون 100% كاكاو، 200 جرام زبدة من بعد باش نذوبوها. باش نستحقوا زيادة شوكولاتة كحلة 100 جرام ورشة ملح. بالنسبة للكاكاو ديما نستعمل هذية من بيروجينا، تلقاوه في الجراند سيرفاس في إيطاليا، الباكو فيه 75 جرام وفما الأكبر. وبالنسبة للشوكولاتة لازمها تكون شوكولا نواغ، تكون قوية شوية. أنا استعملت هذية فيها 90% كاكاو، سينو فما اللي فيها 75%، انتوما والشوكولا اللي عندكم واللي تحبوها. اول حاجه باش نبدا بها باش نحضر الطبق. دونك انا خذيت هذه المربع، تنجموا تستعملوا اي نوع طبق عندكم، سينو اذا كان يكون اكبر بطبيعه باش تضاعفوا الكميه. دهنته بالزبده في القاع هكايا من اللوتة، وخاصه زاده على جنب راكم ما تنساوهم، خاطر من بعد باش نحطوا فوقه البابيي كويسون. جبت البابي كويسان قسيته بالضبط على قد الكاغي اللي عندي، وباش نحاول هكي ننزل عليه باش يلصق كومبليتمون، وهذه من بعد يعاوننا باش البراونيز متاعنا يطلع بسهولة. في نفس الوقت زيدا ندهنوه بزبدة من الفوق، خاطر باش نزيدو البابي كويسان من الجهة الاخرى نفس الشيء. جبت توا البابي الثانية وباش نحطها بالطريقة هذه، اوتوماتيكمون بالطبيعة باش تلصق. وضروري راهو البابي كويسون باش البراونيز متاعنا ما تلصقش. نفس الشيء نغلفها الكلها بالزبدة. ونتعدي توا لتحضير البراونيز. حطيت اول حاجة الزبدة تذوب، ذوبتها في الميكرووند، ولازمها تكون 100% ذايبة. وبديت نفقص في كعبات العظم، فقصت 3 كعبات كاملين. توا باش نضيف السكر البني ونزيد عليه السكر الابيض، باش نخدموا العظم والسكر مع بعضهم، نضربوهم مليح حتى لين يطلع ويولي اللون مستبيض، ونضيف عليه من بعد 200 جرام زبده اللي ذوبناهم. ومهم جدا انكم تخدموهم مليح بالمضرب الكهربائي، ولا حتى كان ما عندكمش نجموا تستعملوا الفوي، تخدموهم مدة 10 دقائق حتى لين يولي الخليط كريمي. والمرحلة هذه مهمة برشا باش البراونيز يجيكم عالي وما يجيكمش واطي، لانه ماناش باش نستعملوا خميرة مرطبات. توا نضيف عليه رشة الملح، ونجيب الصفية بتاعي ونغربل الفارينة. هذيك كيس كامل نحطه فيه 125 جرام، نغربلو باش ما يلقعدش فيه الكعابر والخليط يجينا ياسر كريمي وما يجيش فيه الكعابر. نفس الشيء بالنسبة للكاكاو، خاصة لازمكم تغربلوه مليح مليح. بعدك الكعابر هذوكم اللي يقعدوا في الصفية تهبطوهم بمغرفة ولا بسباتول، المهم تغربلوه بالكده. توا نجيب الفوي ونلم الخليط الكل مع بعضه. هوني توا ما تستحقوش لا ماكينه لا حتى شيء، جوست تلموهم الكل مع بعضهم وتطراو كيفاش القوام يكون عاقد ما يكونش سائل، ويكون الكل شوكولا. هي الباز متاع البراونيز الكلها الشوكولاته، وقت اللي تكون الشوكولاته باهيه وتكون ويكون الكاكاو معناتها ثقيل، تكون البراونيز ياسر بنينه. وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه، يكون عاقد كما قلت لكم.
توا باش نجيب الشوكولا اللي عندي انا خديت 100 غرام كاكاو بيسك هي فيها 90% كاكاو باش تكون قويه وفيها المراره دونك هذيك اش نحب الحقيقه. سينو اذا كان ما تكونش قويه برشا تستعملوا اكثر شوكولا، نقولوا حكيت 150 غرام 200 غرام هكاك. انا نقسم هكايا دي كوب ونضيفهم، فما زوج طرق باش تعمل براونيز، يا تعملوه بالطريقه هذيه سينو تنجموا تذوبوا مع الزبده الشوكولا وتضيفوها للخليط، لكن هذه احسن طريقه باش يجيكم من داخل فيها الشوكولا ذايبه ومن برا يكون هكايا كرانشي ومن داخل يكون فيه شوكولاته سائله. نضيفوا هكايا للخليط ونخدمها بسباتول عادي، يعني جوست باش ندخل الشوكولا الكل في الخليط. وتوا نجيب الطبق ونصب فيه الخليط الكل، كيما تراو ديجا زاد عقاد اكثر لانه الفرين او الكاكاو يشرب الكل، دونك زاد عقاد وهذيك احنا اش حاشنا. نحاول هكي نعاون بسباتول نهبط الخليط الكل، ياسر تعاوني الحقيقه في الخدمه، ونستوي لجناب بالباهي، يكون المهم الاطراف الكل مستويين باش يجيكم كل كعبه قد قد. حضرت الفور متاعي، خليته يسخن على درجة حرارة 180 درجة، وباش نهز البراونيز متاعي ونحطها في الكوشة، تحطوها من اللوتة مدة 30 دقيقة ومن بعد تخرجوها. وهذه البراونيز متاعنا حضر ما شاء الله، شوفوا من الفوق كيفاش لازم تكون فيها كالتشققات هذوكم، هذيك علاش انا نحاول بالجنب هكا نطلع شويه، ودجا وقت اللي تبداو تقصوا فيه يبدا التشققات هذيك تظهر، وكان لاحظتوا السكينه بدا يطلع فيها الشوكولا لانه هذيك الشوكولا ذايبه من داخل، وهذيك حلاوه البراونيز، وهذيك اللي يفرق على البراونيز وعلى الكيك العاديه، لانه الكيك العاديه تكون شيحه من داخل ومن فوق تكون رطبه برشا، باغ كونطخ البراونيز لا يكون من داخل طري وفيه شوكولاته ذايبه ومن برا يكون كرانشي كيما تراوك المنظر ياسر حلو. قصيته بالطريقه هذه وفي نفس الوقت نحيت زاده الاطراف، وكيما تراو الكعيبات نتاعنا حضروا ما شاء الله، جاي ياسر يهبل، جاي هكا عالي شويه ما يكونش واطي. وباش نجيب لكم كعيبه ونوريه لكم عن قرب كيفاش من داخل سيل فيه كشوكولا، حاسيلو بنين 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 بالحق ما نحكي لكم مش، وباش نحل لكم الكعيبه ونوريكم من داخل كيفاش ما شاء الله. هذه مع كلاس فاني من اروع ما تاكلوا، وحتى زاده للغوتي نتاعكم ولا لصغيراتكم، روعة روعة روعة. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفة متاع اليوم، خليولي لي كومنتار متاعكم وقولي لي شنو رايكم، نشوفكم في فيديو جاي، باي باي.